السلام عليكم ومرحبا بكم في حلقة جديدة في برنامجكم دوق وتمتع. في هذه الحلقة غادي نصوب لكم حلوة مالحة وحلوة. إذن كيفاش هذه الحلوة؟ غادي ناخذوا أول حاجة بسم الله، يعني غادي ناخذوا السكر وغادي نخليوه عن طريقة، غادي نصوبوه عن طريقة كراميل، وهذا الكراميل هو اللي غادي يكون مالح وحلو. إذن غادي نحتاجوا نواة كاجو، شوية الزبيب، شوية ديال اللوز مقلي ومهرمش، وشوية القرقع حتى هو مقلي ومهرمش، وبطبيعة الحال الزبدة والملحة. إذن أول حاجة غادي نخليو السكر ديالنا يدوب باش يولي كراميل. الكراميل ديالنا ها هو كيطيب ولا كراميل. أول حاجة غادي نحيدوه من العافية، غادي نزيدو فيه الزبدة بسم الله، ومن بعد غادي نزيدو فيه لكريم فريش ديالنا، كنخرجوها من العافية، ومن بعد كنزيدو الملحة، جوج كبسات الملحة. وهذا بقى من بعد ما كوجد لينا لكريم الكراميل ديالنا، وجد ها هو وجد، كنزيدو شوية ديال نواة كاجو، شوية ديال اللوز، شوية ديال القرقع، وشوية ديال الزبيب. ومن بعد غادي نخلطوا هذا الخليط هذا، ومن بعد ما عندنا خلطنا هذا الخليط كناخذوه ونعمروه في الطرطه ديالنا اللي هي متكونه من لاباط بريزي، يعني تقدروا تشريوها من اي سوق، لاباط بريزي راه ساهله فاش تلقاوها. من بعد غادي نعمروا الطرطه ديالنا بالكراميل ديالنا بسم الله، ولا ونعاودو نزيدو نعمرو الثانية. وخليوه يبرد واحد نص ساعة. وحلوة مالحة وحلوة، دوقوا تمتعوا.